أحيانا قد تأتي بعض المواقف لتظهر حقيقة ذلك الإنسان، ولذلك جاء الموقف هذا لتظهر حقيقة إبليس. بان إبليس على حقيقته باللي هو متكبر وباللي عنده الغرور، والآن سنرى ذلك الحوار. قال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ استكبرت أم كنت من العالين؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من رمل وخلقته من طين. أنا إبليس الآن ديالو كان مطلعوه بزاف. هذا الآن يا إخوان، لما نجيو لحياتنا الواقعية، هذا الآن هو اللي خلانا وش يخلينا ما نقبلوش النصيحة. على جال الآن، ولذلك شوف صراع الأجيال، دوك زعما جيل مع جيل تلقى عندهم صراع ما يتقابلوش. يجي واحد يقول له عباك ماشي هكذا تصلي، واش راك تهضر؟ ماشي هكذا، انا عندي 40 سنه صلاه، انت باباك نعرفو كي كان يمشي بابلو، وتلقاه ما يتقبلش. لذلك شوف صراع الاولاد مع الاباء، كاش ولد يقدر ينصح باباه؟ قل نادرا، حتى في الامور الدنيويه. زعما انت من ويزي وليدك يخدم معاك، واو يخدم وليدك، وبعد وليدك مشى مليح، وبعد يقول لك يا بابا ماشي هكذا، وكان تبدلت خير، تقول له واش راك تهضر نتايا؟ تقبل انت ينصحك؟ على جال الآن، أنا البارح نتايا كنت بليكوش دوك جيت الآخر، وبعد أنا حياتي كاع قرايا أنا في الجامعة، حنا كنا في السبعينات نصلوا دوك جيت توري. هذا الآن هو اللي يخلينا في بعض الأحيان ما نتقبلوش النصيحة، نتقبلوش واحد يجي يوري لك حاجة، لأنه هذاك الآن إما يكون أنا ديالك أنت كبير ولا قديم ولا أنت كذا ولا أنت كذا ولا أنت ولا أنا طبيب، أنت طبيب بصح ما تعرفش الشرع. فخلي الطب ديالك، حنا ماناش نحكوا لك على الطب، انا نحكوا لك على الحاجه تاع الدين. او ربما ما يخليناش نتسامحوا. على جال الآن، انا نروح ليه، انا نروح لولاني. ولذلك كي كنا صغار كانت عندنا صغار، انتم ما بالك ما عندكمش هذا الوقت انتم، حنا كي كنا صغار كانت عندنا واحد الحاجه، انه سبحان الله، يعني شوف من باب الفائده التربويه، انه التربيه تاع الصغر كانت فيها دائما التربيه شغل التفريق بين الجنسين. لذلك تلقى شغل هذيك الرجوله كانت طالعه، فلذلك تلقى دائما الولد وبعد زعما الطفله. ما من الالعاب زعما الالعاب تاع اللي نلعبوهم، شغل كاين الالعاب تاع الولاد زعما يلعبوا بالون شكارات وبطيخ امريكان وكذا، والبنات يلعبوا لا ماغين. تلقى في الغالب ما تلعبوش جابي لامو، هادو كاع ما كاش الفتاحيه ورده، هادو ما نلعبوهمش حنايا. فمن بعد تلقى مام دوك في الدواس، يعني في القمة الزعاف، كاين الولاد يقولوا عفو، والبنات يقولوا فاش. فاحنا ما تلقاش ولد يقول فاش، لو كان يقول فاش نعيطوا له مريوه. لذلك عفو ويعاود يولي فاش. الآن باش نعاود نولوا شنو نقولوا؟ شكون هو شافي لها؟ فاش. قال باش تولي شنو الكود تاع بكري؟ نقدروا نبداو نهضروا ما تفهموش كاع واش انا نهضروا يا. باس. قالوا بعد باش تعاود تولي لازم تولي باس. كي كنا صغار حنا ربونا، وهذه برمجه ربونا، باللي ما تقدرش واحد الاولاني اللي قال عفوا هو اللي يقول باس. لو كان انت تقول باس، ما انتك حاب تقول باس، ما تقدرش، لازم هو يقول باس، خاطر هو اللي قال لك عفوا الاولاني، وانت ما راكش حاب، راك حاب تتصالح بصح ما تقدرش. لو كان تقول ينقص لك، شتادي باس وعفوا، مازال دوك كبرنا مازال في راسنا ما قدرتش نخرجوا منها، وما زلنا ما تقدرش انت تقول باس. رغم انه لو كان نولوا للدين ديالنا ونحطوا روحنا في ديننا، ان النبي صلى الله عليه وسلم حب يقول لنا بلي هذه النزعه هذه النفسيه والداخل اللي راهي تدور كيفاش نكسروها. دائما بالاجر، وافضلهما البادئ بالسلام. معناتها المبدا ديالي ماشي الناس واش تقول، المبدا ديالي انه انا للافضليه عند الله. لما تولي عندك المبدا انه انا للافضليه عند الله، هذه باس وعفو، وانا نقول الاولاني هذه كاع ما عندكش. الانا ديالك تعرف وين تحطو، هذا الانا يا دائما انا نوض لعندو، انا نجي ليه، انا نوقف الاولاني، ارمي يدك انت الاولاني. كلمه باش تقول شكون يرمي يدو الاولاني، هذيك فيها حكايه، لازم هو يخرج يدو الاول. شفت هذه التركيبات، هذه التركيبات هي اللي خلات اللي ما يخلفش الطار بابا حمار. تسمى هذا الطار وهذه الامور خلات هذه التربيه هذه المرجعيه هذه تخلي لنا تخرج واحد، ومن بعد زيد ابليس يبدا يقول لك انا 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 ويطلع لك الانا. قال انا ثالثا، قال انا خير منه،
خلقتني من نار وخلقته من طين. أول داعي للعنصرية هو شكون؟ إبليس دعا للعنصرية. العنصرية هذه العنصرية، أول عنصري هو إبليس، قال أنا خير منه، خلقت لي من نار. علي من بناها هو هذا الخيرية، علي من بناها بناها وقالك وصايمين واقيلا ما تقدرش تهضروا خلاص خلي لنا نهضر. بناها علي من بناها، بناها على 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 الطين والنار، على المادة الطين والنار. هو بنت له بلي الله عز وجل قال قال قالهم سجدوا على جل المادة. ثم جبريل كان قادر يقول له انا خير منه، يقول له انا خلقتني من نور وخلقته من طين. ثم لهم ضربوا بالمادة، معناتها الله عز وجل كي قال لادم كي قال لابليس صلوا سجدوا، معناتها المعيار هو انه الطين خير من النار. لا لا ماشي هذا هو المعيار، سجود تكريم. لذلك قال لما خلقت بيدي، خلقتنا بيدي خلقته، دخلش المادة في الوسط. فقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. هذه العنصرية نعود نهبطها ونجي لهنايا ونبداو نلقاو شغل الجينات تاع إبليس كي يبداو يخرجوا. أن لذلك الإنسان يبني الخيرية على من تبنيها؟ أنا خير منه، على من؟ أنا وليد البلد وهو كافي. أنت وليد البلد وهو كافي، هذا اللي وليد البلد وكافي، هذه عنصرية. وليد البلد لمن تبع؟ تبع للنار، وكافي تبع للطين. رغم أن العلماء ألفوا مباحث، يعني مختار الأمين الشنقيطي ولا ألفوا مبحث على أفضلية الطين على النار، أن الطين خير من النار، وجابوا الفوائد تاع الطين وفوائد تاع النار لكن الأمر ماهوش مبني على المادة. ولذلك لما الإنسان يحكم، رغم أنه إحنا في مجال كل حاجة في المجال ديالها، يعني مجال نسحق الخبرة تاعك قال أنت خير من هذا، لكن في هذا المجال أنت طبيب قال أنت خير من هذا، لكن كونك فرضا أنت مدير أنت خير من عندك خبرة وعندك مسؤولية، فأنت خير من هذا الخيرية في منحية المهام. لكن نولو في الشخصية، يعني أنت كإنسان لا فرق بين عربي وعلى عجمي إلا بالتقوى. ولذلك شوف الإنسان اللي يجيب الخيرية يجيب المكانة دياله، مثلا أنا مدير في الشركة، المرتبة الاجتماعية ديالي داخل الشركة شحال؟ واحد. أنا هو رقم واحد في الشركة، هذا الرقم واحد نبدأ نمشيه معايا، أنا نجي للمسجد نجيب معايا بلي أنا هو رقم واحد صافي. وبعد رقم واحد لازم يخلوا لي بلاصة معد في العرس، زعما في العرس بدأ يحسب 39-40 تلحق لعنده تقول له عاود ولي الطابلة الثانية، يروح أنا تقول لي عاود ولي، ما على بالوش بلي أنا هو المدير، حتى المدير في الشركة. ولذلك هذا 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 التضخيم للأنا وهذا التضخيم للعنصرية، للإنسان يبدأ يحط روحه يبدأ يقول أنا لبس بي وهذا زوالي، أنا كذا وهذا كذا، أنا كذا وهذا كذا. لما نبنيوها على المادة ونرجعوها كشخص أنت خير من هذاك الإنسان، نقول له رانا تابعين لهذه العنصرية التي دعا إليها آدم إبليس. رابعا قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي إذ أمرتك. شوف بعض الأحيان يا إخوان ما نحتاجوش إلى الفلسفة. شوف ربي قال الإبليس قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي إذ أمرتك، أني أمرتك خلينا من الطين والنار وهذه خير من أني أمرتك يا سيدي، أنا أمرتك حتى وكان النار خير من الطين، أنا اللي أمرتك قلت لك سجد، علاش راك ترجح الطين والنار والغرور وشوف وين هي لحقاتك. ولذلك لما نعود نقولوا الى واقعنا نلقاو انه كاين فرق الان راهي منتشره في العالم العربي والعالم الاسلامي، يسموهم التنويريين والتحريريين وشويه واش يديروا هادو، ما ولاو يناقشوا الاصول، كل حاجه يبداو يناقشوا فيها. زعما يجيو للحجاب اعطونا دوك الادله تاع الحجاب من الكتاب والسنه، ولا لا يقول لك السنه اعطينا في القران، بتقول له كذا يقول لك لا لا ما كانش منها وما كانش هذه، ويبدا يناقش ويرجع بلي الاخر. بعد يجي المساله الخمر، دوك الخمر ولاو يناقشوا فيه والفوائد الخمر، لكن فيه بعض الفوائد وكذا، والناس ولات تتناقش في جميع الامور. ولذلك حتى تربويا في بعض الاحيان الابناء، مادام هنا راه معنا شباب صغار كيما نقولوا احنا، في بعض الاحيان الاباء العلاقه بين الاباء والابناء مبنيه على امر
روح دير هذيك الحاجه. يقول له علاش؟ ويحب يتفلسف، لازم تفهمه علاش باش يروح يدير هذيك الحاجه. معليش كاين وين لازم نفهمك، وكاين وين نروح دير اذ امرتك، هذا باباك، ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما. ماشي كل حاجه تقول له علاش يعني. والبارح دار هذيك وبعد انا درت هذه، ويبدا يصرى التمرد. لذلك يجوا الكثير من الاباء يقول لك الولد تعبني، علاش؟ كل حاجه يريد فيها الجدال. خامسا، كاين واحد الكلام تاع ابن القيم النفيس، قال الله عز وجل: واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربه. هنا مربط الفرس، شوف ربي واش قالنا: افتتخذونه وذريته اولياء من دوني بئس للظالمين بدلا. ابن القيم يقول كلام، قال لك ابليس لماذا طرد؟ لماذا طرد من رحمه الله؟ طرد من رحمه الله لانه لم يسجد لمن؟ لادم. شكون ادم؟ ابونا ادم. يعني شكون على جال بابانا؟ ابليس حاوز. ومع ذلك حنا واش ولينا؟ اتخذناه وليا من دون الله. يعني الناس ولات تتبع الشيطان وخلاو ان يكونوا اولياء لله تبارك وتعالى، فبئس للظالمين بدلا. خصائص هذه العداوه، خصائص هذه العداوه، اول خاصيه من هذه من خصائص، ثالثا خصائص هذه العداوه، ان هذه العداوه تبدا من الصفر، تبدا من الصفر وتنتهي عند الموت. قال الله النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد الا ونخسه او الا وينخسه الشيطان فيستهل باكيا الا عيسى وامه مريم. معنى ما من مولود يولد الا وشيطان ينخسه، يدلو هكذا يقرصوا ينغزوا كما نقولوا احنا، ينغزوا فيستهل باكيا يبكي. معناتها احنا بهذا الحديث نتفقوا باللي انت وانت 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 وانا وهذا كاع يتك ضربنا الشيطان. واش حد يقولنا رساله؟ الرساله التي يريد ان يقولها الشيطان انه انت الان شغلك زيرو كونتور، مازال ما مشيتش من لا ميزون، هذا وين خرجت من لا ميزون، انت الان عدو، انا راني اعلن العداوه ديالي اليك. معناتها انا ما حش نتفاهموا، انت مازال ما درت والو، خلي يا سيدي بالك، هذا حيخرج ملحد، فعلاش انت تنخزه بهذه النقصه؟ لكن كل انسان فهو الشيطان له عدو. ثانيا، انها في حقيقه حياتنا وفي واقع حياتنا جميع الناس، ربما تلقى الناس اللي عنده عدو، بصح تلقاه عنده عدو مثلا يقول لك وين؟ يقول لك عندي في الخدمه، عندي شاف السيرفيس ديالي، عندي واحد يخدم معايا، عندي المدير، خلاص هذا المشكل ديالو هنا في الخدمه. زيد وانت يقول لك انا في الرياضه عندي شويه مشاكل في السبور، لي زونترينور ولا ما يهمش، وانت يقول لك عندي جاري، والاخر يقول لك عندي فاميلتي. لكن ما تلاقيناش بواحد عنده كاع العداوات. يعني العدو وين تروح تلقاه، الشيطان وين تروح يلقاه، العداوه ديالو تمشي معك في جميع حياتنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الشيطان يحضر احدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره في الطعام. يعني ما يخليك في حتى حاجه. شوف ما راهوش مخلينا في الصلاه، عندنا خنزب يجي يخلط لنا في الصلاه، انا صلينا العصر شحال خلصنا؟ على بالكم الجسد الصلاه وروحها. الجسد ما معنى الجسد؟ حد جسد حدا اللي رانا نشوفوا فيها. اذا جسد الصلاه هو الركوع والسجود والتحيه وغير ذلك. الروح هي الخشوع والاخلاص. الجسد لرفع الاداء، الجسد لرفع الاداء. ما معنى رفع الاداء؟ معناه انه ربي ما يحاسبكش، دوك جيت صليت العصر هبطت وطلعت ودرت كلش، خلاص ربي ما يحاسبكش، انتك صليت العصر شحال خلصت؟ بالخشوع. ان الرجل لا يصلي الصلاه وليس له من صلاته الا عشورها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها او نصفها. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حديث قال لك: الا ما عقل منها. يعني الحاجه اللي انت تخشعت فيها. ولذلك لكون دوك تجيبوا ماشينا ونبداو نشوفوا، قال اروح شحال انت العصر ديالك؟ 100 حسنه، وانت 200، وانت 300، وانت وانت، وبعد نتلاقاو بواحد زيرو خرج بالكريدي والو،
راح سيد غير كبر ديفري في شغالات فطن في سالم سالم قالوا كملتوها بارك الله فيك سبحان الله استغفر الله استغفر الله ما كاش. ولذلك الانسان شوف شوف الشيطان ما في الصلاه تاعك. حتى بعض العلماء يقول لك شوف كنت كي ننسى حاجه نصلي غير يصليش في هذيك البلاصه وين ساعات غير تكبر يقول لك خلي الطوموبيل مفتوحه وتبدا تقول لهم سرقوني ومن بعد الكريدي ويجي الاخر يطبطب لي ومن بعد انت اصلا الطوموبيل ما جيش بها كانت في الدار. ولذلك الشيطان حتى ينقص لك حتى في الصلاه في العبادات في جميع المجالات الشيطان يدخل في حياتنا. ثالثا خصائص هذه العداوه انها معنويه يعني سلطته معنويه وفكريه ماهيش ماديه. قال الشيطان لما قالك وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. انا قالك الشيطان يوم القيامه راح يقول هذا الكلام لجهنم في جهنم الناس يقولوا ضايرين به ثم انت دخل. قال لهم انا حنقولها لكم دوكا وهذا الكلام راه عندنا دوكا يعني شكون الكلام راح يتقال يوم القيامه راه عندنا دوك تسريب شكون هنا راه عندنا دوك بلي هاو الكلام راح يتقال يوم القيامه. قال لهم انايا راح يقول اهل النار يقول لهم ما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. انا ما درت لك والو انا هضرت لك انت تبعتني يا الببو تتبعت وين هديه. انا كش واحد جا داخل الجامع جبدو الشيطان مشعرو قال لهم شي قال كي تيروا عليا بالحجر لا تدخل الجامع ولا باطل عادي تدخل تحب تدخل تدخل. كاش واحد كيفتح فمو زعما غير يتوب يرمي له الشيطان حبه مخدره ويبلعها ومن بعد يقول كيفاش ندير انا الله غالب انا مدمن خاطر كل ما نفتح فمي يرمي لي الشيطان حبه مخدره. هنا وش يقول لك سلطته فكريه معناتها وسوسه. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. الهضره قارين هذا الذي. ولذلك رابعا من خصائص هذه العداوه ان هذا العدو يعرفك جيدا. في علم الاجتماع يقول كل شخصيه ثلاثه. الشخصيه الاولى هي التي يعرفها الناس يعني انت ليعرفوك الناس برا قال محمد فليسي للناس يعرفوه البرا قال يضحك وشراك لاباس ما شاء الله. ومن بعد كاين محمد فليسي الثاني وشنو هو ليعرفوه اهل الدار يعرفوني كي نزعف كي نعيط كي نوض الصباح كي نكون جيعان كي نكون فرحان. خصائص الامور كل واحد عنده امور تاعو. ثالثه تعرفها غير انت تعرفها غير في روحك انت العلبه السوداء تعرف انت خرايبك تعرف اسرارك تعرف حوايج لك دايرهم تاع خير وواحد ما يعرفهم. كل واحد يعرف حاجه بينه وبين روحه بين الله تبارك وتعالى. شهاد لابوات نوار العلبه السوداء القارين عنده الشيطان عنده. لماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد الا وقد وكل به قرينه من الجن. الا وقد وكل به قرينه من الجن غير تزيد كاين قارين جن شيطان يكون معك عايش حتى نهار تموت يجبد روح او معك معناتها هذا راه معك دوكا ماهوش مربوط خاطر اللي مربوطين هما المرضى من الجن يعني العفارت الكبار. اما هادو الصغار راهو معك دوك تسمى دوكا راهو معك معناتها وانا راني نهضر كاين يوصوص له الشيطان او يهضر له يهضر ما يطلقكش هو ما يطلقكش. المهم راهو معك شيطانك يعرف انت واش راك دير كي تدخل كي تخرج كل حاجه يعرفها يعرف كاع الاسرار ديالك كي تكون تكونيكتي واش راك تشوف يعرفها يعرف كل حاجه اللي كدير فيها. فهذا هو وكل به قرينه من الجن. قالوا واياك هذا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا واياك قال واياي الا ان الله اعانني عليه فاسلم فلا يامرني الا بخير. يعني تاع النبي صلى الله عليه وسلم اسلم منهم من قال اسلم متى دخل الاسلام ومنهم قال اسلمه الله يعني ما يديرش حاجه تاع شر فهو لا يامر النبي صلى الله عليه وسلم الا بخير. لماذا قلت لكم هذا الامر؟ لانه اتصور باللي شفت واحد زعما كيكون قريب ليك مليح يقول لك دوك نعرف كاش نزعفوا. علاش؟ يعرفك مليح يعرف كيفاش يزعفك ويعرف يقول لك شوف على بالي باللي ما يحبش هذه الحاجه وكان دير له هذا يتقلق على بالي نقطه الضعف. فهذا الشيطان يعرف كاع نقاط الضعف ديالك ماشي ما تحبش الخرشف وما تحبش القرنون ولا لا لا اعمق من هذا اكثر من هذه فيعرف مليح نقاط الضعف فلما يجي يوسوس لك
يقدر يسمع يلقى لك النقاط ويلقى لك القفالي اللي يقدر يضربهم لك. ولذلك من خصائص هذه العداوة أن وسوسة هذا الشيطان بخطة محكمة، تلقاها بخطة محكمة، معناتها عنده هدف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء فيرسل سراياه في الأرض، يبعث الجنود دياله في الأرض، عندهم مهمة، فأعظمهم فتنة أقربهم منه مجلسا، في آخر اليوم يجمعهم فيقول: ماذا فعلتم اليوم؟ يقول: ما تركته حتى فعل كذا وكذا، معناتها حتى سرق. وش معناتها حتى؟ معناتها كان عنده هدف، قاعد يمشي معك يمشي معك يمشي معك، يقعد يطلع لك يطلع لك، كما راح نتكلموا على التقنيات تاع الشيطان، يدلك في في التزيين وغير ذلك، حتى سرق. غير تسرق يجبد روحه، حتى سرق يخليك، بعد يعود يخليك ويجبد روحه. قال: حتى سرق، ما تركته حتى شرب الخمر، ما تركته حتى قتل، ما تركته، وبعد ما تركته حتى فرقت بينه وبين زوجه. فائدة فقط نذكرها. العلماء قال لك: علاش دوك اللي سرق وقتل وشرب علاش ما عطالوش التاج؟ لانه بعد قربه فادناه وضمه وقربه، علاش قرب هذا والاخرين ما قربهمش؟ قال لك: لانه ابليس يشوف البعيد، لانه علاش اولادهم اولادهم ساهل باش يسرقوا ويشربوا ويديروا كاع الانحرافات، وبعد المراه هذه مطلقه ساهل باش نعوجوها كانت، والراجل هذا مطلق ساهل كانت باش نعوجوه، صافي نكسروا المجموعه. لما نكسر المجموعه وبعد هذو كاع يتكيولوا يباصوا له بالون، شدعم هذا وتباصيلو باش يماركي مع الاخر صح كاع لي باصالي، هكذا هو يخدم هكذا بالتخطيط. ولذلك حتى سرق، فلما نلقاو قارين يعرفك مليح وبعد عنده خطه باش يلحقك. حتى الان نقولوا الانسان اللي عنده مشكل مع الزوجه ديالو، خلاص احكم انت المشكل، نحيلو شويه الوسواس تاع الشيطان، ابدا نحيلو، قريتو نحيلو، ندير في بالي بلي نحي الهضره تاع الشيطان، نحيها بلي لا لا هذه ما تحترمكش وهذه بكري ودي يجبد لك الماضي، نحي نحي ابدا نحي، تبدا تنحي تلقى عندك مشكل صغير، ما يحتاج هذا التضخيم الذي انت فيه. ما هي تقنيات الشيطان؟ الان عنده تقنيات الشيطان او يستعملها معنا الان باش حتى يضلنا ويحقق الهدف الذي هو من اجله في هذه الدنيا. علاش؟ لانه قال ربي فانظرني الى يوم يبعثون. بعد واش قالوا؟ قالوا: فبعزتك لاغوينهم اجمعين. هذا هو الغرض ديالو، جهنم انا ندخل معايا واش قدر، هو حاب يجبدنا ويدخل معنا واش قدر، هذا ما كان. اول تقنيه يستعملها الشيطان وهي تسميه الامور بغير مسمياتها. قال الله عز وجل: فوسوس اليه الشيطان قال: يا ادم هل ادلك على شجره الخلد وملك لا يبلى. قبلها ربي قال، قلنا الملائكة أو قلنا: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منها رغدا حيث ما شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين. معناتها هذه الشجرة اللي ياكلها وش يولي؟ منين؟ إذا اسمها الشجرة شجرة الظلم، هذا هو الأصل ديالها، اللي ياكلها يولي من الظالمين. الشيطان واش دار؟ بدلها آسم، رجعها شجرة الخلد، سماها دلها اسم، سماها عبك علاش هذه؟ حيت سماها شجرة الخلد، شجرة الخلد تما كي تاكل تولي من الخالدين تجيبك شجرة الخلد. هذا هو يدير تسمية الأمور بغير مسبياتها، وهذا هو الأمر اللي حنا الآن شجرة الخلد في زماننا، لما نلحقوا في وقتنا وتلقى أنت شجرة الخلد، هو اللي يخلي الإنسان يقدر يدير معاصي بصح بأي صورة، بصورة أنه هذه المعصية راهي مسمية بالمود تاع شجرة الخلد، عندها مود شجرة الخلد. مثال نلقى واحد في طريق معوجة ونسى ويدخل في الزينة ويدير ويسافر ويدير، وبعد يدي يقول لك ولا غير هواوي هواوي، وشكون يحب يعيش شكون لك تعرف صغره، ويرجع روحو شكون زهواني، هذا زهواني، شت زهواني، هو راه في هو يدير في الكبائر بصح يرجعوه زهواني، هذه زهواني هي شجرة الخلد. كيما نجيبوا المقابل ديالها نلقاو شاب زعما 18 19 20 ولا التزم الدين وبدا ويولي النشطه ديالو شغل هكذا تاع شيوخ كبار شغل يسقم روحه مليح، هذا يقول لك حيتعقد هذا راح يروح، ها هو غير جري به او بدا يشد الماء واش مليح على بالك،
يعاود يبدلوا لك المود ويرجعوا هذاك زهواني فرحان وعايش، وهذا يرجعوه بلي حيتعقد وبلي ماوش يعيش لادوليسونس تاعو المراهقه ديالو والشباب ديالو راح يروح له. هاي تعاود تولي لهنايا، تجي انت في الشركه عندك مبادئ تربيت بهم وتخاف الله عز وجل، لكن خدمتك فيها الدراهم، تحب دير الملاير ديرهم، لكن انت عندك مبادئ وتخاف الله عز وجل. وبعد تلقى عباد دخلوا قبلك ما يعرفش، وما تلقاه قارع لك جولف سيريويت او يبني شغل. وبعد الناس في الواقع والمجتمع ومرتك في الدار ويماك قاعد يبدو يقولوا هاي ليك قافز، الناس اللي قفزت ودار التاويل اقعد انتايا صافي. واللي هذاك قافز هي شجره الخلد. ولا زعما في الشباب تاعنا في الحي تلقى واحد يبيع مخدرات وبعد عنده زوج طوموبيلات وبنى ويعاون الجامع مدرسه قرانيه يمد لهم وبعت باباه ويماه للحج، وبعد يقول لك يعرف في نافيغي، يعرف يبيع المخدرات علاش ينافيغي؟ علاش نرجعوا لها نافيغي توليش قلت بالنا بلي يعرف ما ينافيغي ويبيع في المخدرات. وبعد تلقى يماك في الدار تبدا تقول لك ها وليك شوف شوف سيادك، يولي هذاك سيادك وانت عندك ماستر دو في جيني سيفيل، شعرك بيور وهاك خارج هذي حتى تهبل. فتلقى روحك انت تقول لك هاهم سيادك وسيدي مسح تقول لها ما المهم اقفز كيما هو يقفز وخلاص، ما تقوليش دير وما تقوليش شغل بيناتنا هكذا روح. فهذا حتى في الدراسه، حتى في الشباب تاعنا الان كيكونوا يقراوا تلقى الان مثلا الولد اللي يقرا يقرا مليح ويشارك ويدير البحوت يسميوه خباش، يرجعوه خباش يقول لك هذا خباش. كاين بعض الشباب الان واش يصرى لهم؟ تلقاه ما يقراش، وهذا تنبيه للاولياء، تلقى وليده كان يقرا مليح وبعد يبدا يتراجع خاصه في الثانوي. علاش؟ لارضاء المجموعه، خاطش لو كان يبدا يقرا بزاف يبدا يقولوا له خباش 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 باش ما ياكد لهمش باللي خباش، يعاود يهبطوا في المستوى ديالو. ولذلك اشوف نفس الشخص نفس الشخص نعاود نقولوا للشباب يعني المراهقين تاعنا نقول لهم دوك في الثانوي جيبوا لي كاش واحد في الثانوي يلبس طابليه ويخرج بها من الطابليه من الدار ويروح بها للمسجد. كاين ها تقدر ديرها لازم دير الحداد ياك الطابليه تقرا العلم ونور والجهل وظلام، يختار بينا هكذا يا العلم ونور والجهل وظلام وطابليه هكذا وتروح وانت راح تخرج طبيب تخرج مسجد. ما يقدرش يحكم طابليه يكرفصهاش ولا هكذا ويخبيها هكذا وما تقدرش ويروح. لكن حبينا نقولوا شوف، لانه شوف التاثير الاجتماعي المنظومة الاجتماعية النظرة على المجتمع يبداو يشوفوا، وبعد عاودنا غيرنا النظرة على المجتمع عاودت تغيرت. وشنو نفس الشخص ماتش راح يلعب قال تاع مولودية ويلعبوا في بلاصة فلانية، مين يلبس الإعلام؟ من الدار بيت الخالة تاع دارهم كاع يلبس يلبس يدير الإعلام ويدير هكذا ويخرج، وكي يجي خارج لو كان ما يشوفوش ولاد حومة يبدا يعيط. علاش؟ باش يقول لهم بلي شوفوا نينا نيني لاباس. بس هذا القراية العلم علاش انت ما تقدرش تلبس طابلية تقدر تلبس العلام؟ شفت المنظومة الفكرية، هذا هو التفكير اللي يخلي الإنسان يولي يشوف بلي وين راهي رايحات. ما كيفاش رانا رايحين في الشباب تبكي تعاود تولي نقعدوا في مجلس وبعد واحد تقول واش يخدم يقول لك انا بزنس نابورتي الاخر، وبعد وانت وبعد ما يجي انا استاذ في البريمار، استاذ في البريمار كاع يبداو يشوفوا فيه غير هكذا مسكين استاذ في البريمار غير. علاش؟ لانه التقييم المادي، هذا التقييم المادي تاع انا خير منه هي اللي تمشي الان في المجتمع. ثانيا التزيل والتغرير بالاماني، قال الله عز وجل يعني على ما قاله ابليس قال ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجره الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين. يعني شوف قال له ما هذه الشجره إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخارج. وهنا نذكروا فائدة، الشيطان شوف يجيك هنا بطريقة ماكلاش يزيد يجيك بطريقة. شوف قالوا فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم وهل أدلك على شجرة الخلد ماكلاش، قال ما نهاكما ربكما أن تلكما الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخارج ماكلاش، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. حتى أن العلماء قالوا على بك آدم على شكلها، لأنه لما قاسمهما حلف له قسم له بربي بلي والله غير العظيم غير هذه، قال لك ما كانش ادم يتصور بلي واحد يقدر يحلف ومع الاخر ويكذب. ولذلك عمر بن الخطاب قال ان اذا خدعنا بالله خدعنا، تقدر تخدعني بربي كاع الطرق ما تخدعنيش، باكي تخدعني بربي زعما تصلي في الصف الاول وحا
وصايم تنين والخميس وكذا نسلف لك دراهم، لكن لو كان البرا نقدر نتحاسب معاك، نروح عند النوتير نديروا بزاف حوايج. داخل الاخر انا اذا خدعنا بالله خدعنا. ولذلك مساله التزيين، شوفوا اي معصيه تجي الا والشيطان يماكي لها، يدير لها واحد الماكياج هكذايا، هذاك الماكياج تلقاه كيما نقول لك حنا، انت تشوفها شابه ما شاء الله هكذا، وبعد غير تزول تنحى الماكياج، يغسل وجهها هذاك المعصيه، تغسل وجهها تبان يا ربي كش عامله. هذه هي، هذا هو الشيطان يزين لك المعصيه في جميع المجالات. ولذلك شوف قال النبي صلى الله عليه وسلم: تقبل المرأة في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، معناتها الشيطان يكون معها ويزينها. ولذلك شوف بعض كثير من الحالات تكون خيانات زوجية، تلقى الإنسان تدخل أنت في المشكل، تروح أنت تقول له نسقسيك هذه اللي خنتها تقدر توري هذه، مثلا أنت جلست مع مرته وهضرت معها وبعد يوري لك زعما هذه اللي خانها. سبحانك اللهم بحمدك استغفرك ربي، وين هذه؟ كيفاش هذه مع هذه؟ علاش التزيين تاع الشيطان يزين لك المعصية؟ ولذلك الإنسان شوف تلقاه في بعض الأحيان يدخل، تلقى الناس يحس بلي نسى كاع شابين على مرته، إيه تلقى زعما وحدة هذه تهضر خير من مرتي. علاش؟ كاين تزيين تاع الشيطان، يزين لك الشيطان هذاك المعصية لأنه راهي في الحرام، فيزين لك تلك المعصية باش أنت تقع في المعصية، غير تقع في المعصية يجبد روحه كما قلنا، يعود هو يجبد روحه. ولذلك اي كيما نقول لك حنا معصيه نديرو زعما سارقه، سارقه يقول لك اسرق ادي ودير ومن بعد دير هذا، ويشبح لك غير الامور الامور الايجابيه. كنت نصحت احد الاولياء في بعض الاحيان نقول لهم شوف، نقول لوليدك مثلا يبدا يتعوج، يعني ذو نصائح عمليه يعني. قال يبدا يتعوج يبدا يشوف لك اروح، كل اروح معايا اديه للمحكمه، اديه لدار شرع، ريحوا تماك، قول له نخلص لك الفطور، ناكلو تشيز طاكوس واش راك حاب، نزهيك هذاك النهار، اروح برك نجوزو جورنيه كيف كيف، ندخلوا على 9 ونخرجوا على 5. لما تروح تقعد يبدا هو يشوف، واش يشوف؟ يشوف الماكياج كي يتنحى، يبدا يشوف الماكياج تاع المعصيه كي يتنحى، لان يبدا يشبح له، تلقى زوج شباب يقول له كيفاش سرقتو، القاضي يقول له كيفاش سرقت، يقول له تما ماشي كنا قاعدين في الحومه، هما ما كانش في راسهم كاع الاخر، جا السيد خلى طوموبيل مفتوحه، شافوا ساكودو، ساكودو قالوا يا هذه فيها وسوسه، باينه بلي تلف ساكودو، شد يدي يقول له شيطان شكون باينه وانت راك مزير وربي رزقك ماشي قضيه الاخر، ويرجعها لك هكذا، ومن بعد انت تروح يلفد يدي ساكودو يلقى فيه دراهم، يروح يقول له لا لا دير هذه دير هذه، ودوك تشري وتشري طوموبيل وتبدا تخدم وتعاود ترجعهم له من بعد ان شاء الله، عاود ترجعهم له دي ماتريكول تاعو، قول له انا اللي سرقت لك واحد العام، ويعاود يشبح حالك شغل. فتلقى يشبح له المعصيه، وبعد هو دا ساكود وخرج منها حكمه لابوليس 12 سنه حبس، 12 سنه حبس ما قالها له الشيطان، ما يقول شوف ما يقول لك لا 12 سنه حبس، لا يحكمك لابوليس، لا كيقلقك تضربه زعما يقدر يموت، يقول لك لا لا تضربه وعادي تضربه مع دي برا وعادي، لا لا انت كي ضربته مات السيد طاح، ويقول لك انا ندمت. ولذلك لو كان نروحوا للسجن زعما هذا الجمع الغافير، اي نروحوا ذوك للسجن وندخلوا، راح نتلاقاو بالندم، نتلاقاو بالندم ونقول له كيفاش انت دخلت؟ يقول لك شبح حالي. كيفاش دخلت في المخدرات؟ شبح حالي. لا لا ما فيها والو، امو عيش، امو تعرف واش يحسوا الناس. عادي انت ما تعرفش دوك انت هذا الصاروخ، انت جامي دقت صاروخ. ماشي انت ما تخافش. قال كيفاش دوك انت جامي دقت؟ شوف واش يحسوا. هذاك الاحساس هو اللي يخليك انت تدخل. وبعد تتلاقى بالادمان، كي نتلاقاو بشباب وخوتنا واولادنا مدمنين مساكن تجي خلاص راح يموت، يقول لك عاوني، يقول لك كيفاش دخلت؟ احكي لي برك الدخله، صح كاع في الدخله الاولانيه. هذيك الدخله هي اللي نحيها، هذيك اللي نحيها لك الشيطان. ايضا التخويف من المستقبل. التخويف من المستقبل، قال الله عز وجل: الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. فحشاء هي البخل. ويأمركم بالفحشاء. الآن يعيدكم الفقر. يجيب لك الفقر بين عينيك ويدير لك الفقر، وباللي انت فقير وباللي راح تقعد فقير، وكيفاش راح تكمل هكذا يا هذه تكمل هكذا، راح تخرج لنا، لانه الشيطان يحب دائما الامور العمليه. واش ويامركم بالبخل، راح تخرج لنا حوايج في الواقع، وشنو هي؟ حاجه سلبيه وحاجه من الناحيه الايجابيه يعني، فهي التي تدفعنا لاكل الحرام.
هي اللي تدفعك باش ياكل الحرام. علاش؟ لانه هو الشيطان ولد لك الفقر بين عينيك ويقول لك بلي حتعيش فقير حتعيش فقير تعيش فقير وتجيك اثر تاع 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 سرقه تاع رشوه تاع اي امر تماك ما تقدرش تشد. علاش؟ لانه الشيطان يعيدكم الفقر. ولذلك الشعور بالاستبطاء هو سبب اكل الحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يحملنكم استبطاء الرزق على ان تطلبوه بحرام، فاتقوا الله واجملوا في الطلب. شت الاستبطاء الرزقي زعما دوك انت شحال في عمرك؟ قال في عمري 30 سنه. خلاص انت في عمرك 32 سنه تولي ملياردير. ملياردير تولي. هذوك العامين كاش حتجوزهم؟ جوزهم اسعد انسان حتى وكان تمشي بالحفه وتاكل محمصه وما تاكلش والناس قاع يدوروا عليك، تقول لهم غير الصبر والصبر. دوك تشوفوا علاش عندك يقين على بالي بلي على عامين حيولي ملياردير، عمي يموت كذا نورته ما يهمش القصه. لكن انت تولي لاباس بك كونك انه عندك اليقين تولي الشيطان ما يقدرش. لكن لما دوك انا نجيب لك بلي حتكمل هكذا وحياتك حتروح هكذا ومن بعد لتماك للناس واش يصرى؟ يخرج عن الاطار ديال اطاره الشرعي ويحيى كل حرام لانه يستعجل. لازم يستعجل هذاك الرزق. ويامركم بالبخل. ثانيا وشنو الصداقه؟ تقدر تمد. تلقى انا دوك رانا نضربوا الان باش نخرجوا، خاصه مع الوضع هذا اللي رانا فيه، فتلقى باش تخرج شكون لازم لك؟ صعيبه هذاك الدور وهذاك باش تخرجوا، صعيب باش تخرجوا. علاش؟ لانه فيه صراع. كيفاش الحاله والسوق ميت ولا والتجاره والناس شكون ويخمم فيك؟ وبعد هذيك يجيب لك كاع الاخر باش انت تجي تخرج انت هكذا الفرق ما تقدرش. تتعب تلقى كثير من العقبه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: القابض على دينه كالقابض على الجمر، العامل فيه له اجر 50. قالوا: او منا يا رسول الله ولا منهم؟ قال: منكم، يعني اجر 50 صحابي. علاش؟ لانه عندنا بزاف عقبات. شفت باش تبدل 200,000، هاد ال 200,000 فيها عقبات، هاد العقبات انت تخطيتها كاع ومديت. اذا الله يبارك الصدقه ديالك راح يكون عندها اجر كبير. لذلك الشيطان يعيدكم الفقر. هذا التزيين والتخويف من المستقبل هو اللي يخلي الانسان ياخذ قرارات في حاضره. خامسا طول الامل. طول الامل، شفت طول التليكومون تاع طول الامل؟ هذه الشيطان يستعملها وقت ما حب. لكن غير تولي في العبادات والتوبه والرجوع الى الله الا والشيطان يجيب لك طول الامل باللي مازال. قال الله عز وجل: ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم واملى لهم. دلوا طول الامل، يدلك طول الامل. وعند واحد التقنيه الشيطان في طول الامل، ما يدلكش طول الامل هكذاك، يربطه لك. كاين الناس دوك الان فرضا يبدا يربط، يعلق حياته، يعلق صلاحه، يعلق توبته، يعلقها بالظروف. مثلا زعما كاين الناس يقول لك: شوف باذن الله غير ندير لانتريت نسقم روحي، او غير ندير لانتريت خلاص تولي المسجد صلاه نجي. هو يقدر يجي للفجر ويقدر يصلي في الوقت عادي، لكن او ربطها بالانتريت يقول كي لانتريت باش ما خاطش انا عمك مقلق شويه في الخدمه وكذا ماذا بيا نحي كاع شغال، اربطها هو بالانتريت. وبعد واحد يربطها بالزواج. زعما الشباب تقول له شوف، يقول لك والله، تقول له مخدي، يقول لك شوف والله غير ان شاء الله ربي يوفقني برك نستبيت واحد يولي دارو يعاود يسقم روحه، وان يربطها بالزواج وبعد واحد بالخدمه وبعد ذلك اللي يخدم زيد يربطها باش بينومي واحد. كاين هذوك يزيدوا يتعمقوا، يقول كي نوميوني غير نوميوني دوكا مانيش مليح كونتراكتيير، تقول مازالني مانيش مليح. واش دخل كونتراكتيير ينوميوك مع الصلاه؟ واش يدخل هذا الامر اللي راك دير فيه تاع المعصيه مع انه لا كيولي؟ فالشيطان دائما يخليك يلعبها لك، شغل يبدا دائما يطلع لك. زعما شغل الشباب يقول لك شوف كي نجيب الباك غير ندخل الجامعه غير نرحلوا يعطوني لا ديال خلاص نتبدل في الدار ولي ما نتقلق كذا شومبرا تاع الدراري، خاطش دوك رانا شومبرا وحده ما نقدر نهضر والو. غير يعاود يقول له بعد يعطوا له لا ديال يولي ثلاث شنابر، بعد يقول لك شوف نشري طونوبيل خاطش بوينان بعيده تلكار وكذا مانيش مليح اشري بوينان، ومن بعد شرا طونوبيل، ومن بعد يعاود يولي، ومن بعد يزوج دراري، ومن بعد حتى الطفله تروح خاطش نسيبيه قال لي على عامين وراه يمشي، ومن بعد هو يموت. بعد تروح انت راك تضيع، حنا رانا عمر راه يمشي. دوك اليوم قد يكون اخر يوم في حياتنا، ما تقدرش تعرف انت اخر يوم في حياتك اليوم. الله عز وجل قدرك ووفقك باش انت تحضر محاضره، وانا ربي وفقني باش انا نجي ندير محاضره، وبحنا نجتمعوا في هذا المجلس المبارك الذي نسال الله عز وجل أن يجعلنا من عدد العتقاء من النار. لكن الإنسان لازم يعرف
بلي كاين الناس كانت جايه غادي يقول خلي ومن بعد نشوفها في اليوتيوب ومن بعد نجي بعد خلي كاش مره انا على بالي واش راح يقول ديجا انا عارفه تاع رمضان هضره تاع رمضان نعرفوها يقولوا رمضان فهمت خلاص شي يعاود يرجع كرمضان وكذا ويدخل انشوده فهمتني فهذا هذا الامر هذا الذي تلك هذه الوساوس هي التي تضعفنا في الرجوع الى الله. سادسا التفكير القطبي، انا ندخل لكم شويه علم النفس شويه. التفكير القطبي هو تفكير الكل شيء او لا شيء او لا يكون، اما ان تكون كل شيء او لا تكون، يعني التفكير الابيض والاسود. وش معنى التفكير الابيض والاسود؟ هنا الشيطان يحب يرجعك جزء متكامل، معناتها شغل راهو يخالف الفطره تاع البشر، يخالف الاحاديث النبويه على ان الانسان ساعة وساعة، على أن الإنسان خلق مفتن النسية، يرجعك لا لا كل حاجة لازم تدير كلش ولا ما تدير والو. ولذلك كاين ناس قادر يحج تقول له علاش ما تحج، يقولك لا لا أنا كي نحج ماذا بيا نحبس هذه وهذه 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 وهذه، ثم مادام مانيش قادر نحبس أنا ما نحج، كي نحج أنا نعرف كيفاش. بعد قال وانتيا قال أنا لو كان ندير الحجاب أنا خلاص ما كان لا عرس لا غنى لا هذه لا هذه، صافي هذه الفاتوره باش تخلصها تقول لك انا ما نقدرش ندير. وكاين الناس هايدي يقول لك انا تقول له نصلي يقول لك انا باش نصلي، انا ماشي كيما دوك المنافقين يصلوا ومن بعد مع الاخر يقول لك انا لو كان نصلي كان والو نولي هكذايا، ومن بعد يولي يصلي خلاص لازم يحبس الدخان يحبس الشمه ما يزيدش الاخر يقعد عاقل ما يدير، ما تقدرش هذا الامر. صلي ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر، يعني شوف الصلاه راهي وسيله من وسائل الإصلاح، أنت تقدر تصلح روحك. فلذلك الإنسان قال النبي الله عز وجل في الحديث القدسي لو لم تذنبوا لأذهبتكم وأتيت بأقوام يذنبون فيستغفرون فأغفر لهم. ولذلك هذا التحميل أن الإنسان يحمل على روحه بلي أنا باش ندير هذه الحاجة. كاين الناس تقول تحفظ القرآن يقولك لا لا أنا وكان نحفظ القرآن ما نزيدش ندير، لا لا احفظ القرآن يشفع لك يوم القيامة، احفظ القرآن وخلي ما راك دير حوايج واحد اخرين، ربي يتوب عليك وربي يهديك، وهذه الحاجة راح تكون سبب في صلاحك واستقامتك. آخر شيء من تقنيات إبليس وهي أخطرهم أن يكون ناصحا لك، يولي هو الشيخ ديالك ينصحك. شوف المعلوم على أنه الأصل في إبليس في الشيطان الأصل أنه أنت راك تصلي، الأصل واش يقول لك؟ ما تصليش، هذا هو الاصل. لو كان تجيك هضره ما عندهاش علاقه مع ما تصليش تبان لك بلي ماشي تاع الشيطان، لا لا شغل واحد العقليه يتبان لك وهي تاع الشيطان، خاطر هو يبدل في الاستراتيجيه يبدل في التقنيات. وشنو هي؟ يجيك داخل العباده شتو انت تبت جديد، دوك تبت جديد كاين واحد التكنيك يديرها لك الشيطان. وشنو هي؟ يطلع لك البارا هيا تبت راك روطار شو الناس واش كانت تدير وانت، ويبدا الانسان واش يصرى؟ يصرى التضخيم، يبدا يضخم لك صافي تبدا تضخم، يلقى فجأة الإنسان يغلق على روحه، ماشي يغلق على روحه أنه ما يدير، يولي يضغط على نفسه، فجأة يبدا كل حاجة لازم يديرها، كل حاجة لازم يديرها، يصلي ويدير ويصوم ويقوم الليل ويشد المصحف وبعد تضحك شوية يقول لك تضحك، تضحك وقت الضحك من إنسان القبر واليوم القيامة والنار وإخواننا، وتلقاه ما يقدر يضحك، ما يقصر، ما يهضر، يدخل للدار يولي ما يقدرش يقعد مع دارهم، وهو يضغط عليه ويقول له لا لا لازم تريكيبي الروطار ديالك ودوك لازم تنحيه والخدمه، وبعد يروح الخدمه ديالو وحبس الخدمه ديالك فيها شبهه، وبعد يقول لك نحبس ومن يتقي الله يجعل له مخرجا، هو ايمانه مازال ما لحقش لهذا الاخر، ويلقى روحه حبس الخدمه وبعد المره ديالو يحكي له حكايه قديمه، فيصرى له ضغط، علاش؟ يجيه داخل الطاعه، داخل الطاعه ينصحك من تلبيس ابليس داخل الطاعة أن يضخم لك هذا الأمر ويحرق لك الخطوات. إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، قال النبي صلى الله عليه وسلم دين هذا متين ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. روح بالعقل تمشي ربي يوفقك، إيمانك راه يزيد وانت تقوي في إيمانك والسلوكات يزيد، إيمانك يقوى والسلوكات راه يزيد وانت تطلع والإيمان يمشي على حساب الآخر وتسعى لتقوية إيمانك. في المقابل في نفس الاخر النصيحه اللي يعطيها لك نصيحه يعطي لك التضخيم ولا التهوين، روح بالعقل. انت ما فهمتوش فهمني، يعني حاب نفهم نروح مليح ولا نروح بالعقل؟ انت صغير اش بيك هكذا تزير في روحك؟ ومن بعد غير يخلص رمضان علاش عندنا هذيك رمضان تعاود الموجات تجبد ولا شغل الموجه هكذا ومن بعد عاود تجبدت؟ علاش؟
كاين اللي صاوم بروغراميهم عباد شهر رمضان شغل جوزنا رمضان مليح هكذا العام الجاي ان شاء الله خاوتنا شكون نتلاقاو العام الجاي شكون لو داير العام الجاي نزيدو نعيشو ونعاودو نتلاقاو شنو العباده هذه فيدير في بالو بلي اخر رمضان خلاص رمضان جوزنا رمضان زعما تخرجش ما تجيب والفت واخر الحوض محاضرات خلاص يا ما تبرك فيرجعك بلي لا لا روح بالعقل ما تضغطش على روحك ويرجع هو شو الطبيب ديالك بلا عقل روح بالعقل بعد ما ماكش دير في المعصيه يعاود يشوف لك اللي من تحت شوف الناس واش يدير انت زعما مخدرات قاعده تاع المخدرات وشنو راك تادي في روحك سورتو لي كيفو الكيف عباك شغل تاع راسهم والكيف يدير واحد الخلوي وهذاك الخلوي يحس روحو ملائكه ومن بعد خاطيني لما نهضر في الناس ما والو انا مع روحي في واحد العالم هكذا كاين شغل زقزقه العصافير هكذا صافي شغل ما نخلاتش انا خاطيني خير من هادو كاين عباد راه فلقى روحو شغل هو قاعد هكذا ويحس روحو بلي راهو كيف سيواك فهمتني شغل هو عادي عادي والشيطان راهو يزيد يعطي له هذيك الراحه النفسيه والسلام الداخلي باش يولي هذيك المعصيه يديرها بامن وامان. قال الله عز وجل في اخر ما سنذكره ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير. هل اتخذنا الشيطان عدوا؟ يعني لو كان دوك نبداو نحكيو هل الشيطان حنا اتخذناه عدوا؟ يعني اتصور معايا ندير واحد الصوره انه انت كنت عايش في فيلا، كنتوا عايشين انتوما في فيلا مع بابك وعندكم فيلا بلا بيسين وجنان وما شاء الله. جاء واحد السيد قال لبابك قال له اسمع بيع دارك واعطيني 100 دراهم كاين واحد الدار افير شابه نديروها يولوا عندك 5 ديار. بابك باع داركم باعها وعطى السيد دراهم، هذاك السيد دار الدراهم وراه ربيهم. من تم انتوما تتمرمدوا. تتمرمدوا الكراس سكنه حوزوكم خرج باباك مرض وبعد مات وبعد انت تتمرمد. هذا الانسان هذايا كاين تلاقاو بهذا الانسان زعما لي هذا الولد يعني وهذا الشاب هذا اللي عاش هذه المعاناه كي نجيو ليه نقولوا له اكبر انسان اللي تحقد عليه وما تسمحلوش وتوكل عليه ربي ولو كان تلاقى به نقتلو شكون؟ يقول لك هذاك هذاك هو كان السبب تاع التمرميد ديالنا خلاص انا متفقين خلاص اتصور بلي جينا عند هذا الانسان ولقينا بلي هذا الانسان عاود ولا صاحبه باباه راح صح ولا لا عاود ولا صاحبه ياكل معاه يشرب معاه يبات عنده واش نقولوا له؟ انت ماشي راجل تماما انت انسان ما تفكرش كاع يديك نفس الحكايه حنايا حنا بابانا راهو في ادم راهو في الجنه تسمى نورمالمون رانا في الجنه متنعمين وكدا ما كان لا حليب لا خبز لا حتى حاجه انا زهيل جاء قالوا ادم شجره الخلد كلا هبطنا للدنيا هانا نتبرمدوا ودوك الشيطان زاد هبط وهو معنا وزيد يمرمد فينا شغل نروحوا ريكتو فيرسو تروح منا تزيد تروح منايا وين دوك لازم نتخذوه عدوا تسمى دوك الشيطان يعاود يلعبها لك وانت اصلا هذا هو اللي خرجنا هو اللي كان سبب ولذلك الظروف التي نعيشها كلها كانت بسبب هذا الشيطان ولذلك الان الانسان عليه ان يتخذه عدوا فلو كان نقولوا بلي هذا العدو ياكل معك ويشرب معك ويرقد معك وللاسف قد يجامع معك زوجتك او كيفاش ندير انا باش هذا الانسان هذا المخلوق ما يقرب ليش ذكر الله الاستعاذة بالله تبارك وتعالى الاستعانة بالله شوف هما مع الاخر مخلوقات تحت قدرة الله شوف المرضى والعفاريت واش راهم دوكا وين راهم دوكا هم مربوطين صفدت الشياطين الاخر كاع يتيك هما راهم يديرون لكن راهم تحت قدرة الله هم مصفدين هم مصفدين ولذلك لا قوة ولا حول ولا قوة لنا إلا بالله تبارك عز وجل ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم اليوم ولا عشاء إذا دخل الإنسان جاء داخل داره أول حاجة كي يدخل يقول السلام عليكم ورحمة الله الشيطان وش يدير يقول لهم لا مبيت لكم اليوم لأنه ذكر ربي ماشي كيجي داخل يقول له ما تقولي ليش ما درتيش الدوار هاني شمريحة البوزلوف يلقى روحو يهضر على الماكلة الشيطان يدخل ياكل معك البوزلوف والدوار صافي لا 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 مبيت لكم اليوم وبعد جيت راح تاكل قال وإذا دخل ولم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت أو لا أي كاين نبات اليوم في دار فلان
ولم يذكر الله في طعامه قال أدركتم العشاء. فتحصننا من هذا الشيطان هو بذكر الله تبارك وتعالى، أن يذكر الله عز وجل الإنسان. ولذلك قال النبي: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. لذلك في بعض أحيان الإنسان نعود نرجع إلى المشاكل العائلية، نلقوا أن الشيطان هو أو ينفخ 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 باش المشكل باش العائلة هذه دي شيكتا. حاول تراجع الحسابات تاعك، بأول حاجة أقرأ سورة البقرة باش أمور الشيطان يخرج، باش نعاودو نصفيو الحالة. قال أين نقراو؟ نقراو ونشوفو ولا مازلنا مقلقين كيما رانا مقلقين. قراو القرآن في البيت، نذكروا الله عز وجل داخل بيوتنا. تجي داخل بيت الخلاء تقول الدعاء تاع الذكر، لما تدخل إلى خلائق، لما تلبس الثياب تاعك عندك الذكر ديالك، لما تجي ترقد الشيطان يعقد ثلاث عقدات، يقول لك نم فمعك ليل طويل، خلاص ارقد، يدير لك هكذا يبربرك، دود حياة دود حق، يرقدك، فتلقى روحك انت كراقد. فلكن لما انت الآن تقرأ آية الكرسي، من الذي قال على آية الكرسي؟ الشيطان. قال: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي لا يمسك شيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: صدقك وهو كذوب، إنما ذلك شيطان. الشيطان هو اللي قال لك، يجي يقول لك بوبرك، وأني نرقد ونحس بوبرك. بوبرك وشنو هو بوبرك؟ ما ندخلوش في بوبرك، خاطر حكاية طويلة. ما عندوش علاقة مع الجنون، بوبرك ما عندوش علاقة مع الجنون، بوبرك عنده علاقة مع جانب نفسي قريناه في الجامعة وتقرأ، وهذا الأمر عنده علاقة مع النوم، تلحق المرحلة الثالثة من النوم أو أعمق أي الإيام كما قلت لك، حنا تلحق إلى أعمق مرحلة. الله عز وجل يجعل واحد جعلنا واحد الحكمة أو جعلنا واحد النعمة، أنه الإنسان كي يلحق الأعمق مرحلة يخرج واحد المخدر، هذا المخدر هذا يا يخرج واحد المخدر، مادة مخدرة تخلي الجسم ديالك يدخل شغل في ريلاكساسيون، في واحد الاسترخاء تام. علاش؟ باش ما تحققش المنامة ديالك. شكي تكون راقد، لو كان ما كانش هادية زعما انت كراقد وبعدك تنوم بليك تضارب، تضرب المرأة بدبزال العين، وبعد تقول لك المرأة علاش ضربني؟ تقول لها كنت النوم، وبعد هي تخلف لك غدوة تقول لك كنت النوم، وكل يوم تضرب اروحك تفريها انت ومن بعد. لذلك تلقى واحد راه راقد ينوم روحه يجري، ينوض يجري، تلقاه يروح يجري يرمي روحه. لذلك ربي يجعل لنا هذا الاخر باش الانسان بوبرك تفطر في هذه المرحله، بوبرك تفطر في هذه المرحله، تفتح عينيك، تفتح عينيك، وبعد تفتح عينيك وانت تلقى روحك مخدر، ما تقدر تزغد والو، هي 30 ثانيه وتنحرك. حنا في هذيك 30 ثانيه واش نبداو نديرو؟ الله لا اله الا هو، نديرو في بالنا باش يخرج الشيطان. هذا ما كان، انا نقول لك حاجه، هذا استفاديه تاع هكذا ديرها 1 2 3 ريفالا ديري يروح لك 30 ثانيه تروح لك برك تقول حنا بوبرك قعد هكذا و... ولذلك الانسان يسعى قرايه الكرسي خلينا بوبرك. حتى الناس اللي يتكرر، كانت عندي حالات تاع ناس يتعود لهم يولي لازم طبيا يشرب دواء، يجي لي يا شيخ انا نقرا آية الكرسي ونتوضا ونقرا سوره الملك ونقرا الواقعه ويحكمني بوبرك، كيفاش نديرو؟ ها وكيفاش؟ وعندنا احاديث، عندنا ايات، تمالو كما يكونش عندنا التفسير، ويحكمني بوبرك كيفاش ندير؟ بحال تلقى انت بلي هاوليك الحاجه اللي رانا نمشيو فيها. فلذلك الانسان هذا الشيطان قلنا حتى في جماع الانسان لزوجه يقول بسم الله، اقل شيء انك تقول بسم الله. حنا دوك ربونا بسم الله وين نقولوها؟ غير في الظلمه بسم الله، غير الخلايا مربين غير بالخلايا بسم الله. لكن لما تجي تشد حاجه قول بسم الله، لا تاكل قول بسم الله، الدلالي نربوهم، طيح لك الحاجه الف تقول بسم الله، اذكر الله. حتى بعض العلماء قال لك هذه الاجيال اللي رانا نشوفوها تاع يعني فيها الانحراف ولا، قال لك لانه معظم الاباء تاعهم ما ذكروش ربي في الجماع ديالهم، صافي خرجوا الشيطان باباهم الثالث تسمى ربيبهم اربابهم ولا. فالشاهد انه الانسان يحاول ان يذكر الله عز وجل في جميع مجالاته، في العلاقات تاعو الاجتماعيه ان يذكر، لما يجي خارج بسم الله توكلت على الله، لما فيقول الشيطان يقول لصاحبه، يقول ما بالك برجل قد وقي وكفي وهدي، هو يقول واش تخلط انت في بنادم كيما هذايا. ولذلك الانسان يستعين بالله خاصه في هذه التحديات وهذا الوقت اللي رانا نعيشوا فيه، الهاتف ليزابليكاسيون، الوقت عصر السرعه الضغط، الناس ولات ما تقدرش تضحك، الناس ولات تجري، كل واحد عايش لروحه، هذا الامر وزيد الشيطان يتسلط بينا، ولذلك اصبحنا فقدنا المتعه تاع
الحياة.